هانتوما البنات شوفوا شوفوا الوجه كيفاش كيولي كيرجع كي الماء انا ما دايره ليه والو قسما بالله ملي غسلته هانتوما ملي غسلته شفتوا. السلام عليكم كي دايرين البنات لاباس عليكم كي دايرين مع الصحه كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الماسك زوين بزاف 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 عجبني وبغيت نشاركه معكم. هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم كترطب البشره كتعطيها واحد اللمعان وكتبيضها وكتعطيها واحد الرشاقه ما نقولش لكم. جربته وعجبني بزاف وبغيت نشاركه معكم. المهم ما نطولش عليكم غادي نعطيكم المكونات ديالو. هنايا عندي معلقه صغيره ديال مايزينا. مايزينا راه معروف البنات كترطب البشره وكتبيضها وكتعطيها واحد اللمعان زوين. وغادي ندير معاها فرماج. هنايا عندي فرماجه غادي ناخذ غير نص فرماجه. هذه كنقسمها على جوج كدير ليا جوج مرات. ومعلقه ديال دانون الصوص. وغادي نزيد معاهم هذا الكريم هذا اللي قلت لكم كنت كندير ليديا. غادي ندير معاه معلقه صغيره. الا ما عندكمش كديروا داك هذا كريم نيفيا كديروا كريم نيفيا ولا مهم اي كريم عندكم تقريبا بحال هذا راه كيصلح لهاد الوصفه هذه. انا الا ما كانش هذا الكريم كندير الكريم ديال نيفيا حتى هو راه زوين. هانتوما هذا راه زوين المرطب اليدين كنديروا رجليا وكلشي وكديروا حتى وجهكم راه زوين. غادي ناخذ منه معلقه صغيره صافي. هنا كما قلت لكم عندي معلقه ديال دانون مسوس ومعلقه نص فرماجه. بغيتو ديروا مثلا نتوما جوج ديال البنات ولا جوج ديال العيالات كديروا فرماجه كامله. وعندي معلقه صغيره ديال النشا. وغادي ناخذ معلقه صغيره ما عامرش بزاف ديال هذا الكريم هذا. ممكن تعوضوه بالكريم ديال نيفيا حتى هو راه زوين كيعطي نفس النتيجه وبحال بحال بحال هذا بحال نيفيا. صافي دابا غادي نخلطو معاكم. كناخذ بحال هكا فرماجه وكناخذ كما قلت لكم غير النص ديالها. انا راه كدير ليا جوج مرات لحقاش غادي نزيد مع هاد المكونات اللي شتو غيولي بزاف الخلطه غتولي بزاف غادي تبقى غير تضيع. كنشد بحال هكا كناخذ منها غير نصيص بحال هكا صافي. وهذا كنخليه حتى الغدا عاوتاني ولا كدوز واحد اليومين وعاود كنديرو صافي. غادي ناخذ هنايا سمحوا لي انا ما وريتكمش هذا. انا غنخلط كلشي قدامكم. غادي ناخذ معلقه ديال دانون الصوص. سمحوا لي الله اكبر العصر كيأذن غادي نقطع ونرجع لكم. صافي دابا درت دانون الصوص والفرماج والنشا. وغادي ندير تقريبا واحد نص معلقه ديال هذا الكريم هذا وغادي نخلط صافي. ولا الا شتوها شويه عاقد كديروا شويه ديال الحليب واحد المقيطه ديال الحليب اولا مورد اللي بغيتو. بغيتو ديروا الحليب بغيتو ديروا المورد اللي بغيتو صافي. دابا غادي نخلط مزيان. عرفتوا البنات هذا الماسك هذا جربته انايا. انا ما كنتش كنبغي ندير الفرماج للبشره ديالي وملي جربته وعجبني قلت والله حتى نشاركه مع البنات. انا دابا كنديرو تقريبا جوج مرات في السيمانه. كنديرو جوج مرات في السيمانه كيرطب ليا البشره وكيعطي واحد البياض وواحد اللمعان كما قلت لكم. دابا انتم انا ما زدت فيه لا حليب لا والو. بغيتوه بحال هكا يكون شويه عاقد شفتو كتخليه غير هكا غير داك الفرماج ودانون راه كيتخلط. بغيتو شويه ثقيل خفيف بغيتو شويه خفيف كدير فيه واحد المقيطه ديال المزهر اولا مقيطه ديال الحليب صافي. انا واقيلا غنخليه غير بحال هكا ما غنزيد عليه والو صافي. وغادي نديرو الوجه وغنخليه حتى ينشف تقريبا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه. غادي نديرو معاكم كما قلت لكم راه غير جوج مرات في السيمانه كافي كيبيض البشره. انا دابا راه ما دايره لوجهي حتى شي حاجه ما دايره ليه لا كريم لا بوماده لا فوندوتي لا والو. ومازال راه شي 3 ايام هذه ما درتو ما درتش هاد الوصفه. كما قلت لكم كندير جوج مرات في السيمانه وكتعطي نتيجه. انا راه بقاو فيا دوك البقع ديال الشمس ديال البحار وديال الصيف وداكشي وهذا الماسك هو اللي نفعني وعجبني بزاف وبغيت نشاركو معاكم صافي. دابا هو تخلط بحال هكا شفتو. الا بغيتو يكون شويه هو من الاحسن يكون بحال ما هكايا يكون بحال ما هكايا عاقد يكون بحال الكريم شفتو كيولي بحال الكريم شفتو. من الاحسن ما يكونش جاري. انا دابا حيت دائما كنديرو عارفه القياس ديالو
عندي كما قلت لكم هنايا كندير معلقه ديال الدورة المسوس، نص فرماجه، وهذا معلقه صغيره ديال النشا، ونص معلقه ديال الكريم ديال الجليسيرين اولا الكريم ديال النيفيا اللي بغيتو. صافي دابا ملي خلطته مزيان غادي نديرو على البشره ديالي ونخليه حتى ينشف تقريبا واحد ربع ساعه كما قلت لكم ولا ثلث ساعه. صافي وكنغسلو. صافي دابا ها هو دابا موجود، خلطته مزيان شفتو كيولي بحال الكريم ديال النيفيا. صافي دابا بغيتو ديروه بالشيسه، بغيتو ديروه غير بيديكم اللي بغيتو. انا غادي نحيد النظاظر، غادي نحيد النظاظر وغادي نديرو وغنخليه حتى ينشف. غنحيد الزيت وغادي نديرو على وجهي كامل وغنخليه حتى ينشف مزيان وغادي نغسلو ونرجع لكم باش تشوفوا تشوفوا البشره كيفاش كتولي. يلا البنات انا دابا غادي نخليكم حتى نوصلوا ونرجع لكم. صافي دابا البنات انا غادي نخليه حتى ينشف وغادي نغسلو كما قلت لكم، وهاد الشويه اللي بقى عندي غادي نديرو ليديا حتى هما ونخليهم حتى ينشفوا كيرطب ليدين وكيبيضهم وكيعطيهم واحد اللمعان ما نقولش لكم. المهم غادي نخليه حتى ينشف ونغسلو ونرجع لكم. البنات انا رجعت لكم، خليته حتى نشف على وجهي وغسلته. هانتوما كما كتشوفوا كيرجع البشره كترجع كتشعل، هذاك الشويه اللي بقى راه غادي حتى نسالي وغادي نديروا ليديا كاملين وغادي نخليهم حتى ينشفوا ونغسلهم. كيرطب ليدي حتى هما وكيبيضهم. هانتوما شفتوا وجهي كيفاش كيولي، شتو راه ما داير لي حتى شي حاجه اقسم لكم يمينا. ملي غسلته مسحته جيت وريته لكم. انا كنهضر بشويه لحقاش بنتي الصغيره ناعسه سد عليها البيت. هانتوما شفتوا كيرجع البشره كتلمع، ودوك التجاعيد اللي كيكونوا عندنا هنايا كيحيدوا ما كيبقاوش ولكن باستمراريه. دائما تنقول لكم الوصفات الطبيعيه كما كتعرفوا خصنا نديروا المره الاولى هذا الماسك. هذا البنات من المره الاولى عجبني وعطاني نتيجه وتبعته وبقيت كنديرو دائما تقريبا دابا شي 15 يوم وانا كنديرو وعجبني وحيد لي حتى واحد شويه ديال الكلف كان عندي هنايا وبداو كينقصوا لي دوك التجاعيد. مع صافي هملت راسي ما بقيتش كنتهلا في راسي بزاف، راكم عارفين الطبيه والوليدات. وملي جربت هذا الماسك هذا عجبني بزاف بزاف وقلت والله سنشاركه مع البنات. انتما شفتوا كيرطب البشره كيبيضها كيعطي واحد اللمعان. انا راه كنخرج ما كندير لا بودر لا فوندوتي لا بوماد لا واقي ديال الشمس لا حتى شي حاجه، واي بنت شافتني كتقول لي شنو كديري لوجهك. قسما بالله العلي العظيم ملي كنكون خارجه كما كتشوفوا كندير غير الوصفات الطبيعيه. مازال هاد الايامات فاش مورا الولاده ما بقيت درت والو لوجهي، راكم عارفين كما قلت لكم مع الشغل والمدرسه والوليدات وداكشي يلا كتلقاي غير الوقت باش كترتاحي وكتهلاي في وليداتك. ودابا عاوتاني رجعت غنتهلا عاوتاني في البشره ديالي وقلت والله عجبني هذا الماسك هذا وقلت والله سنشاركو مع البنات. هانتوما شفتو هانتوما النتيجه راه قدامكم البنات، جربوه جربوه وردوا عليا الخبر والله سيعجبكم. ديروا غير جوج مرات في السيمانه راها كافيه وجربوا كما قلت لكم وردوا عليا الخبر. انا متاكده غادي يعجبكم ان شاء الله. هانتوما شفتوا والله حتى انا كيفرحني ملي كنديرو شفتوا كنحس بالبشره ديالي رطبه وصافيه ونقيه وزوينه. وحتى راجلي لحظه فيا قال لي البشره ديالك راه بدات كتنقى بدات كترجع كما كانت، ما بقاش حيت من ورا الولاده راكم عارفين الوجه كيولي حالته كيولي فيه الكلاف كيولي. المهم راكم عارفين من ورا الولاده دائما الوجه ما كيبقاش كما كان. وكما قلت لكم هاد الماسك هذا جربوه البنات، جربوه وردوا عليا الخبر. ما خاسرين والو، الفرماج عندكم في الدار دام تيكون في الدار دام مسوس، المايزينا كنديروا بها الحلويات يعني كل شيء كيكون في الدار. الكريم ديال اليدين داك النيفيا ولا داك الجليسيرين اللي درت معكم انايا حتى هو كيكون في الدار، يعني حتى شي حاجه ما مستحيل الا غتمشيو تقلبوا عليها من شي بلاصه. كل شيء موجود وكاين في الحانوت تقريب لكم للدار، يعني دغيا تخرجوا تجيبوه وجربوها ردوا عليا الخبر. يلا كويدات ديالي كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم هذا، وانايا متاكده غادي يعجبكم ان شاء الله وغديروه وغتجربوه من اول مره غتبان لكم النتيجه.
وغادي نقول لكم السلام عليكم. دابا راه قريب الوقت غادي نمشي نجيب امير من المدرسه، غادي نقول لكم السلام عليكم. ما تنساوش ليا اللايك، خليتكم على خير، وبارطاجيو هذا الفيديو مع خواتاتكم وصحاباتكم ومع مميماتكم باش حتى هما يديروا هذا الماسك يجربوه يتهلاو في ريوسهم. يلا خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.